Assalamu alaikum, Juma Mubarak to everyone. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله واستقيموا على زمان
Thank you.
وسيرة النبي
زهدا في لزوم دين الله واتباع سنة سيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. والعاقبة الحسنة في تحقيق التوحيد وطاعة العزيز المجيد. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والذلة والهوان والخزي والخسران في المعاصي والسيئات ومخالفة الأوامر والمنهيات. قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ثم إن من أفضل الأعمال الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الآل والصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم فرج همومهم ونفس كرباتهم واشف مريضهم واغلِ فقيرهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والتقوى. اللهم وحد صفهم. اللهم من عليهم بلزوم القرآن والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه. اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه. اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدبيرا. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم اجعله في ذلة وصغار. اللهم اجعله في ذلة وصغار. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه ونائبه للأمر برضاك. يا حي يا قيوم اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير وآياهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا طاعاتنا. اللهم تقبل منا طاعاتنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم ارفع درجاتنا. اللهم ارفع درجاتنا. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم ارضنا وارض عنا يا حي يا قيوم. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين وردهم الى بلادهم غانمين يا حي يا قيوم. اللهم ردهم الى بلادهم غانمين سالمين يا حي يا قيوم. اللهم اقض حوائجهم.